السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ويسعد أوقاتكم جميعا. جيناكم في مقطع جديد من الألعاب المجانية. طبعا على موقع إيبك جيم موجودة لعبة مجانية اليوم، انتو ذا بريتش. عبارة عن ايش هاي اللعبة؟ عبارة عن آليين تتحكم فيهم، بيجوك وحوش من المستقبل وانت لازم تتصدى لهاي الوحوش. طبعا اللعبة استراتيجية، تخطيط بتخطط فيها وإشي هيك، وطبعا الآليين بتقدر تطورهم بمراحل معينة زي ما انت شايف. هاي الخريطة مثلا بدك جزيرة، جزيرة مثلا بتستخدم هاي الجزيرة، الجزيرة هاي بتدافع عن هاي، بعدها بتدافع عن هاي، بتسيطر على الجزر كلها، لأنه راح تتعرض كل الجزر اللي عندك لتهديدات من كائنات فضائية، فأنت لازم تدافع عنها. اللعبة استراتيجية بحت، اللعبة كتير حلوة، مجانية حاليا، موجودة موقع إيبك جيم بشكل مجاني. سعرها بالأصل 7 دولار، معاك ينتهي الخصم في 10/9، ف10/9 بتصير بشكل، بتصير بتبطل مجانية، بتصير بمصاري. طبعا بدك تضغط انا احصل عليها الان. جاء تحميل طلب الشراء، تقديم الطلب، تم ارسال طلب الشراء. تمام، انا ما بدي اثبتها لكن حطيتها عندي في المكتبة احتياطا، اذا كنت حابب انزلها لقدام، مش حابب انزلها كذا، بس بخليها بشكل مجاني، تضل عندي في المكتب بشكل مجاني طول عمرها، عشان ما احتاج انه مثلا بدي انزلها لقدام وتصير وتكون علي، تكون مصاري. حاليا بشكل مجاني عرض عليها، بحطها في المكتبة عندي، وقت ما احتاج انزلها بنزلها بشكل مجاني. اوكي، ولهون بنكون وصلنا لنهاية مقطعنا. بتمنى يكون مقطعنا عجبكم، تحية لكم وسعد اوقاتكم. بتمنى ما تنسونا من دعمكم بلايك، ولو مش مشترك اشترك لسنا كل جديد. بشوفكم على خير. طبعا ان شاء الله كل جيم جديد بشكل مجاني راح انزل لكم اياه مباشرة على الصفحة. تابعوني لا تستمروا في ايش، في متابعة الاخبار عن الالعاب المجانية. وراح انزل العاب مجانيه موجوده على مواقع مصاري، وراح انزلها وين موجوده ببلاش. انتظرونا، تحياتي، سلامات، نشوفكم على خير.